يقول شككت في الطواف، هل طفت 6 أو 7؟ فما حكم عمرتي؟ إن كان الشك وقت الطواف فإنك تبني على الأقل وتلغي المشكوك فيه، فإذا شككت هل طفت 6 أو 7 تجعلها 6 تأتي بالسابع. أما إذا فرغت من الطواف وليس عندك شك وإنما طرأ الشك بعدما فرغت من الطواف فلا تلتفت إلى هذا الشك، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه.